بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وسلم قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِيَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تو قرآن مجید کو خوب توجہ کے ساتھ کان لگا کر سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ وكان أمر الله قدرا مقدورا ما كان على النبي من حرج في الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا النبي إنا أرسلناك شاهدا
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين.